اهلا بكم اعزائنا المشاهدين مع اولى حلقاتنا في قناتنا على اليوتيوب مومو درايف. طبعا ما تنسوش طبعا تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه على قناتنا، وطبعا كل اماكننا على الانستغرام والسوشيال ميديا كلها موجوده، هتشوفوا كل اللينكس على كل السوشيال ميديا بتاعتنا واحنا جاهزين. اهلا بكم. اليوم هنتكلم عن سيارتنا الجديده اللي هي البليزر ال 2020، سياره نازله من شيفرولي، نزلت في 2019، هي واخده شخصيه الكامارو زي ما احنا عارفين، بس اول ويل درايف واس يو في ستايل زي ما انتم شايفين. طبعا السياره هي 3.6 في 6 305 هورس باور، 9 سرعات اوتوماتيك. 9 سرعات اوتوماتيك يعني طبعا استهلاك البترول عندنا هيكون رائع ما شاء الله. طبعا زي ما احنا شايفين الشكل كمان رياضي جدا، البو تاي الاسود، الشبك والجريل نازل عليها. ده طبعا الديزاين بتاع الكامارو الزد ال1، في ناس كتير شباب كتير عارفينها، طبعا عارفين الديزاين تبع الكامارو الزد ال1 زي ما احنا شايفين بتفاصيل كتير، نفس الشكل تقريبا. الديزاين من الداخل كمان هو واخد كمان شكل الداشبورد وعدادات السرعه، حتى المكيف والبكر طبعا، المكيف طبعا بتاعنا طالع عليها من الكامارو الزد ال1 زي ما احنا شايفين، هنشوفها من الداخل حالا. الديزاين عندنا طبعا عائلي ورياضي، يعني اللي كان عنده كامارو مثلا بعدين اتجوز او جاب طفل او اتنين ولسه عنده الشغف انه يفضل راكب الكامارو، هيسيب الكامارو الكوبي ويطلع على الكامارو الاس يو في او الفور ويل زي ما احنا بنقول. هي اول ويل درايف 3.6 305 هورس باور، 9 سرعات اوتوماتيك، رنجاتها 20 ورا وقدام، ديزاين جديد اول مره نشوفه في الميدل ايست. اخر مره نزل اسم بليزر كان في التسعينات، شباب كتير هيفتكروه طبعا، كانت سياره كبيره وكانت باب واحد، كانت يعني عاليه ومرتفعه وكانت بتاعت اوف رود، بروبر اوف رود زي ما بيقولوا، او الاوف رود القاسي. طبعا عشان الدنيا اتغيرت كتير فاحنا بقى عندنا سياره عائليه اكتر، هاديه، شكلها رياضي، فيها المودز للاستخدام الرياضي حسب سواقتك وحسب مزاجك، انت هتسوق على الطريقه اللي انت عايز تسوق بيها. احنا هنشوف بقى شويه مواصفات على السياره ونشوفها من الداخل عامله ازاي، يلا بينا. هنشوف دلوقتي الالوي ويلز او الرنجات بتاعتها او الجنود بتاعتها، نازله بديزاين جديد لون اسود كامل، طبعا ده بيدي ايحاء وشكل رياضي اكتر بكتير. طبعا بيتناسق ويتوافق مع المولدنج بتاعها. خلينا نشوف شكل الرنجات. طبعا قياس الرنجات زي ما احنا عارفين بيكون 265 على 45 على الرنجات قياسها 21 فعليا مش 20. ال 2019 كانت بتنزل بالرنجات 20 على ما اتذكر، هي النهارده نازله برنجات 21 ورا وقدام. ده بيدي شكل وهيبه اكتر على الطريق، وبيدي طبعا ثبات اكتر، وزي ما احنا شايفين الشكل الرياضي هو اهم حاجه في العربيه دي، في السياره دي. خلينا نقول هنتكلم بلهجات كتير في قناتنا بالعربي وبالانجلش، بلهجات كتير مختلطه عشان كل الجمهور يقدر يفهمنا طبعا ويفهم علينا، لان احنا موجودين طبعا في ابو ظبي الجميله. طبعا ناس كتير بيتابعونا الحمد لله، وناس كتير اكتر هيتابعونا ان شاء الله بعد ما تشتركوا مره تانية على قناتنا على اليوتيوب على مومو درايف. دي قناه جديده لسه طالعه او لسه هتطلع، وانتوا هتدعمونا كتير طبعا ان شاء الله بالاشتراك فيها. يلا بينا نشوف من الخلف. وزي ما احنا شايفين طبعا الديزاين الخلفي كمان ليه شخصيه مميزه جدا على الطريق. السياره حجمها مش صغير، اللي بيشوف السياره هيقول السياره دي كبيره فعلا، سياره عائليه 5 ركاب. خلي الراجل ده يعدي عشان نعرف نعمل الصوت. ايوه الراجل عدى معانا خلاص. الشعار زي ما احنا شايفين نازل بالاسود، في كاميرتين ورا هنا عندنا، واحده للريفرس واحده هنشوفها من الداخل، فيها مفاجاه مميزه جدا. وصاحبنا مؤمن اللي معانا في القناه اللي انتوا هتعرفوه بيحب جدا الخاصيه اللي فيها الكاميرا الخلفيه بتظهر او ليها رؤيه بتظهر على المرايه الداخليه في السياره، هنشوفها واحنا طالعين دلوقتي. تمام. البليزر بتنزل زي ما احنا قلنا هي اول ويل درايف، دول اكزوست من ورا، المولدنج او الديفيوزر هنقول عليه الديفيوزر الرياضي جدا اللي بيعجب شباب كتير ومتناسق مع جسم السياره، وبيؤدي لاستهلاك بترول احسن، ثبات اكتر، السرعات العاليه طبعا. باين عندنا هنا ان هو شكله رياضي جدا، بينزل على الكامارو، بينزل كمان على الكورفيت، هيبقى في حلقه خاصه كمان للكورفيت السي 8، ناس كتير مستنيينها واحنا بنجهز لها حاجه حلوه كتير هتعجبكم ان شاء الله. تمام. طبعا في عندنا ديزاين هنا الكشافات الضبابيه او ال اي دي الخلفي او الليتات الخلفيه او الستابات الخلفيه حسب اللغات اللي احنا بنتكلم بيها او اللهجات، هو 3 دي وال اي دي كامل طبعا. في عندنا ستوب لايت ورا على السبويلر، سبويلر على جسم السياره، وفي عندنا الانتنه اللي هي الشارك فين موجوده فوق،
وفي عندنا طبعا الشدات اللي على السقف او الروف ريلز او السياخ زي ما احنا قلنا هنتكلم بكذا لهجه ان شاء الله عشان تفهمونا كلكم ان شاء الله. تمام خلينا نشوف لو هتفتح من ورا. بتفتح اوتوماتيك او تمشي رجلك وراها او تحتها تفتح معاك. زي ما احنا شايفين زي ما انتم شايفين طولي ما شاء الله رائع، انا برفعه على الاخر. نقدر نحدد الارتفاع بتاع فتحه الشنطه او الدبه او الخلفيه بتاعتها. طبعا كل ده بالبرمجه من الداخل. في عندنا هنا كمان دي المساحه الخلفيه بتاعت الدبه الخلفيه، ما شاء الله هتبقى كفايه جدا، بتراعي طبعا حجم وامكانيات اي حد هيستخدم السياره. احنا قلنا اللي هيستخدم السياره دي عاده هيكون عيله وشاب مثلا ما بين 20 ل 45، ومعاه عيله طفل او اتنين هيكون هيستخدم السياره دي ان شاء الله. طبعا بعد ما كان بيستخدم الكاميرو او كان بيحلم انه يستخدم الكاميرو السبورت، ودلوقتي بقى هو يقدر يستخدمها بس كاس يو في او فور ويل درايف. تمام فاحنا عندنا هنا نقدر نحط الشنط بتاعتنا ونقدر نحجز لها مكان او نخليها ما تتحركش بحاجز الامتعه اللي عندنا هنا، بيتحرك ورا وقدام او نشيله خالص لو احنا مش محتاجينه. وطبعا نقدر ننزل السيت الخلفي زي ما انتم شايفين، ده بيساعد اكتر في الاستخدام لو معاك امتعه او شنط كتيره وعايز تكبر مساحه النقل فيها، هتساعدك جدا في النقل. تمام يلا نقفل. فيري ستايلش. تمام نشوفها بقى من الداخل، هيا بنا. وده شكل المفتاح بتاعنا، هو نفس المفتاح بتاع الكاميرو على فكره، وسيارات كتير نازله من شيفروليه بنفس المفتاح مشترك معاهم. تشغيل عن بعد زي ما احنا شايفين، التحكم في فتح الدبه او الشنطه، اللوك طبعا، والالارم ثيفت الارم او جهاز انذار ضد السرقه. طيب زي ما احنا شايفين موضوع الديجيتال سبيدومتر او العداد الديجيتال بتاعنا، الشكل ده رياضي جدا نقدر نخليه عليه، ونقدر نغيره لو حبينا ان احنا نختار ديزاين مختلف نغير الديزاين. وطبعا هوري لكم الشاشه هنا بتعرض لنا ايه، هنا الاوديو نختار، مفيش تليفون متوصل بالبلوتوث، هنا نافيجيشن نقدر نجيب النافيجيشن من على الشاشه، كمان يطلع لنا في الشاشه الرئيسيه عند السائق عشان السائق يركز على طريقه ما يختارش او ما يقدرش يتشغل بحاجه عن الطريق، يفضل دايما شايف الطريق قدامه. طبعا نغير كمان نشوف الاختيارات، هنا التليفون لما توصل والاوبشنز المتريك، هنا السبورت لو اخترنا الديسبلاي ثيم هيغير لنا طبعا الديزاين سبورت ولا تورنج، دي مهمه جدا الناس بتحب شكلها. ده العداد التاني طبعا، ده التورنج ده للمدينه لو انت سايق جوه المدينه معظم الوقت وعايز سياره عائليه اكتر من ان هي تبقى شكلها سبورت، ما توريهاش للمدام عشان ما تعرفش ان انت سايق بالطريق السبورت طول الوقت. تمام بس انا هرجع لكم عليه تاني لان انا بحبه شخصيا. تمام هنا الديسبلاي طبعا بيورينا كل الصفحات اللي موجوده، البترول كونسومشن، الرينج، كل المعلومات هتظهر عندنا هنا على شاشتنا. تمام طبعا الاضاءه كلها زينون ال اي دي زي ما احنا قلنا، الاضاءه اوتوماتيك، الهاند بريك هي اوتوماتيك، البوش ستارت احنا عندنا فيها التشغيل عن بعد، الحساسات الخلفيه، الخمس كاميرات ال 3 دي، والكاميرا حبيبتنا طبعا اللي بتورينا الخلفيه اللي ورا. وهنشوف هنا كمان في البانوراميك سان روف، نفتح ونشوف بانوراميك سان روف. ايوه تمام. وخلاص بعد ما شفنا البانوراميك سان روف احنا هنقفله، هو بيقفل اوتوماتيك بضغطه زر واحده فقط. تمام طيب، واهم حاجه واهم مواصفات عندنا نزلت في الشيفروليه البليزر ال 2020 وكانت موجوده في ال 2019، ودي زي ما قلت لكم بتهم واحد صاحبنا اسمه مؤمن، هو هيكون هتشوفوه معانا على قناتنا على المومو درايف. المرايه الداخليه طبعا بدون اطار زي ما احنا شايفين، لان معظم سيارات السبورت بتكون ما فيش عليها الاطار ده، بتكون على الازاز مباشره. هي مرايه زي ما احنا شايفين، لو انا راكب معايا عيله من خمس اشخاص كبار او طوال ورايحين مثلا من ابو ظبي لدبي وانا مش شايف منهم الطريق اللي ورايا، فبدل ما اقول لمؤمن حرك راسك يمين او يسار يا مؤمن خليك انت في مكانك وما تعملش اي حاجه، انا هفتح المرايه الخلفيه وانا ماشي ستريت او فورورد او ماشي للامام انا شايف الطريق اللي ورايا. فيها مميزات مهمه جدا زي ما احنا شايفين، حسب الاضاءه اللي بره بالليل او بالنهار اقدر افتح او اغمق الكاميرا لان هي اتش دي الخلفيه، وفي عندي اوبشن تاني اقدر اعمل زوم ان وادي زوم اوت، في اوبشن كمان
برفع الكاميرا الخلفية بتوريني رؤية أكبر. طبعا في هنا يورينا زي ما انتم شايفين، أخليها تظبيط على حسب وضع السائق وطوله والطريق اللي هو ماشي فيه والجو أو الظروف المحيطة بيه، أو نرجعها مراية عادية خالص. تمام، طبعا بتتعودوا بس على سوقتها لمدة 5 دقايق، ما تقدروش تستغنوا عنها خلاص. دي حاجة أنا جربتها بنفسي، لقيت ان انا ما بقدرش خلاص استغنى عنها، ماشي بيها طول الوقت طول ما هي موجوده في اي سياره انا بجربها او راكبها مشغلها طول الوقت، ودي حاجه فعلا بتريح كتير لان هي سيف اكتر. تمام، هنشوف عندنا هنا كمان ادي التابلو بتاعنا زي ما انتم شايفين. هو اللي شاف الكاميرو الجديده بدايه من 2016 مثلا، نيو شيب، هي نفس الديزاين تقريبا، مفيش اختلافات كبيره غير بس الاحجام يمكن زي ما احنا قلنا، بس الداشبورد نفسه طبعا مع لمسات شويه مختلفه، الشاشه نفس الوظائف نفس كل شيء، بس ديزاين الشاشه هنا مختلف شويه، كانت بارزه كمان في الكاميرو كانت اكتر بروزا، هنا متناسقه نوعا ما مع التابلو والداشبورد. الداشبورد هنا كله بخيوط حمراء، لان احنا زي ما قلنا واحنا في اول الحلقه ان الكاميرو الزد ال1 هي اللي شخصيتها انطبعت، او هم خدوا شخصيتها وحطوها على البليزر، فهي بتنزل بالوان من الداخل احمر مع اسود او خيال احمر على الستيتشنج الستات او الكراسي، فهي موجود هنا نفس الشخصيه ونفس الفكره موجوده عندنا هنا في البليزر. بوش ستارت حاطينه في مكان اقرب شويه للسائق، في تحكم في الستوب او الاوتو ستوب بتاع الانجن لو احنا على الاشارات، في خاصيه مهمه جدا في الاشارات في الزحمه ان السياره بتفصل الانجن فقط، تخلي المكيف شغال وكله شغال ووظائف تانية شغاله، بس يفصل الانجن عشان ما ياخدش بترول كتير. وطبعا مجرد لما بتكون طبعا على الدي ومجرد ما تضغط على دواسة البترول السياره بتتحرك. طبعا الخاصيه دي المهم فيها ان انت تقدر تفصلها لو انت مش حاببها او مش محتاجها، بتقدر تشغلها او تفصلها بالزر. عندنا الجلوف بوكس او التابلو بنقدر نفتحه من هنا، وهنا طبعا الزر تبع تراكشن كنترول. التحكم كامل طبعا في الشاشه كلها تاتش زي ما احنا شايفين، عليها الجوجل مابس، زوم ان وزوم اوت، نايت فيجن زي ما احنا شايفين، هنا دي الشاشه بتاعتنا، الاوديو، الفون، النافيجيشن احنا قلنا عليه، الابل بلاي والاندرويد اوتو او الابل كار بلاي والاندرويد اوتو، التحكم في المكيف بالشاشه زي ما احنا شايفين، ده حلو جدا كمان مريح، غير طبعا المكيف اللي موجود تحت نفس التحكم بس بالشاشه اقرب للسايق. عندنا هنا الخمس كاميرات 3D زي ما احنا شايفين، نقدر نغير الشكل للمرايات او الكاميرات عشان تساعدنا في الباركينج او في الصف. عندك اكتر من 10-12 فيو للخمس كاميرات ال 3D بتغيرهم حسب الحاجه. تمام، دي العاديه خالص، ودي اللي ورا واحنا واقفين ما اتحركناش، ده طبعا الكاميرا الخلفيه بتاعتنا. نقدر نغير مثلا دي الاماميه زي ما انتم شايفين الناس قدامنا اهم يتريضوا، نغيرها كده الخلفيه، نغير دي الخلفيه بزاويه ثانيه، الاماميه بزاويه ثانيه، لو بتجر اي جر في اي حاجه بتجرها وراك هتقدر تستخدم كمان الكاميرات. طبعا بيستخدموها في البلاد اللي فيها يعني جو مختلف عن جونا هنا شويه، ما بدون ما يحتاجوا ان هم ينزلوا من السياره لو بيجروا شيء عشان الهوك او الجالوس زي ما احنا بنتكلم بكذا لهجه، مش محتاج ينزل من السياره، يقدر يشوفها بالكاميرا وبيوصلها بس وخلاص، بتبقى اقرب له واسهل له كتير. تمام، ودي ال 3 دي من قدام ومن ورا كمان، الجنبين بزاويتين مختلفتين والهوك. تمام، طيب عندنا كمان العداد الديجيتال بتاعنا زي ما احنا شايفين، طبعا شكله سبورت زي ما احنا قلنا، هي اهم حاجه عندنا الشخصيه الرياضيه في السياره دي، ونقدر نعمل له بيرسوناليزيشن او نغير شكل التابلو بتاعنا لو حبينا. طبعا بنختار كل الوظائف او الحاجات اللي بتتعرض هنا، نقدر نختار النافيجيشن لو احنا بندور على نافيجيشن يظهر الشعار الاسود بتاع السبورت بتاعنا مع الجريل الزد ال1. يلا بينا.